بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا في مهمه صعبه ان انا بتكلم بعد الدكتور صلاح وبعد الست اللي هو الحداد وبعد الست اللي هو خضر، ولكن انا هختصر جدا وهحط بعض يعني كده النقاط على الحروف. اول حاجه، اللقاء بتاع النهارده دوت بيثبت شيء اعتقد كلكم ادركتوه من اول وهله، انه مصر ما ينفعش ان هي تسير ولا بالشباب لوحدهم ولا بالكبار لوحدهم. اعتقد ان جلسه اليوم بتثبت ان احنا امتداد لبعضنا البعض، ان هناك تواصل اجيال، ان هناك انفتاح، هناك قنوات مفتوحه ما بين الشباب. واذا كنا يعني يمكن دكتور صلاح هو اصغر واحد فينا طبعا والاستاذه، لكن انا هعتبر نفسي انا وسياده اللواء وسياده اللواء من كبار السن. في نفس الوقت احنا اللواء الحداد لو قلع بدلته المدنيه ولبس تاني البدله العسكريه، اؤكد لكم ان هو هيكون من اشرس المقاتلين اللي يقدر يقوم بدور في حماية هذه الدولة. فإذا الموضوع مش موضوع سن، الموضوع أنت مين. الرئيس عبد الناصر كان سنه صغير عندما بدأ، الرئيس السادات عندما حقق أعظم الإنجازات في الحرب والسلام كان سنه يعني في السن اللي احنا فيه تقريبا دلوقتي. فالموضوع أنا مش عايز إن احنا نعمق فكرة صراع أجيال، احنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو تواصل الأجيال. تواصل الأجيال دوت عليه مسؤولية، انتوا عليكم مسؤولية، الدولة عليها مسؤولية، والأحزاب عليها مسؤولية. انتم عليكم ان انتوا توحدوا صفوفكم وتوحدوا الجهاز اللي انتوا هتنشئوه ان هو يكون معني بأمور الشباب. ما مش معقولة ان احنا نتكلم على عدة ائتلافات للشباب متفرقة، يمكن بعضهم حتى كمان يكونوا يعني بيتبادلوا اتهامات ضد بعضهم البعض. فإذا انتوا عليكم الأول ان انتوا تضعوا أنفسكم في إطار موحد قوي يستطيع ان هو يتحدث باسمكم. تاني حاجة، الدولة المصرية انا ما اتوقعش منكم ان اي واحد فيكم هيبتدي يعمل بالسياسة وهو ما عندوش عمل، وهو ما عندوش حتى بارقة امل انه هيحصل على عمل في المستقبل القريب. الدولة المصرية عليها ان هي تضعك على الطريق الصحيح وتنير الطريق امامك، بان انت امامك فرصة عمل قادمة هتخليك تقوم بواجباتك الاجتماعية يعني والسياسية فيما بعد. الاحزاب، انا اقول لكم من الاحزاب ويمكن هتفق مع الدكتور صلاح في الحته ديت، الاحزاب للاسف لم تضع الشباب في الاوائل الصفوف بتاعتها، بدليل ان القوائم اللي احنا عاملين نتكلم فيها ونتفاوض عليها كاحزاب هتفاجئوا ان القوائم فيها رؤساء الاحزاب. يعني الاحزاب تنسق من اجل وضع رؤساء الاحزاب على القوائم اللي هتنزل في الانتخابات. طيب انتوا تنافسوا على المقاعد الفرديه، ده اعتقد ان انتوا عندكم الامكانيات الماديه والسياسيه والشعبيه ان انتوا تنافسوا على المقاعد الفرديه، واتركوا القوائم للشباب، اتركوا القوائم للصفوف الجديده اللي احنا عايزين ندربها سياسيا ونعدها للمستقبل. اذا احنا يا جماعه يعني بنتكلم عن اخفاق في اطر كثيره، الشباب عنده نواحي ضعف، احزاب الدوله، ولكن عشان نقدر ننهض بهذه الامه يجب ان احنا نكون شعارنا تواصل الاجيال. هو ده اللي هيوصل مصر. ضباط البحريه امبارح اللي كانوا بيقفوا في الدفاع عن مصر كانوا كلهم شباب. فالموضوع مش موضوع انت فين او سنك كام، الموضوع هل انت مؤمن بهذا بتراب هذا البلد. احنا لما كنا في سنكم او اصغر منكم شويه عملنا مظاهرات 68، ما اعرفش اذا كان في حد من المنصه كان ايامها بيشارك في هذه المظاهرات. دي كانت مظاهرات ضد الرئيس عبد الناصر عشان محاكمات قاده الطيران، وبعد كده عملنا مظاهرات ثانيه عشان عامل ضباب ضد الرئيس السادات عشان كنا بنطالب ان هو يحارب. اذا انتم مش بتقوموا بدور استثنائي، ده دور الشباب على مر التاريخ في مصر، هو ده الدور اللي مصر هتنهض بيه، وعليكم ان انتم تستمروا في قيام بهذا الدور. هذا الموضوع مش موضوع جديد فرض علينا نتيجه اي ظروف، لا، هي دي طبيعه الشباب، هي دي طبيعه الشباب، ان الشباب نقي طاهر ما عندوش مشكله التلوث بالسياسة أو إن هو يقول حاجة ويعمل حاجة تانية زي ما الدكتور صلاح قال على السياسيين. ولكن في النهاية أنتوا فعلا أطهار أنقياء تستطيعوا إن أنتوا تقوموا بدور الدولة بتطالب به. أنا اللي أرجو فيه إن إحنا لا نبالغ في هذا الموضوع، لا نبالغ في فكرة إن الشباب مهمش، لا، الشباب مش مهمش. شباب وزارة الخارجية على سبيل المثال هم اللي بيقوموا بكل العمل. في مؤتمر جنيف الماضي من كام يوم كنا هناك موجودين احنا، صحيح الجيل الكبير، ولكن مين اللي اشتغل؟ مين اللي كان بيقدم موقف مصر؟
شباب النيابة وشباب وزارة العدل وشباب وزارة العدالة الانتقالية. إذن الشباب له دور وموجود وبيؤدي، لأنه فعلا زي برضو ما الدكتور صلاح قال متعلم يمكن أحسن مننا وأخذ فرصة في التعليم أحسن من اللي احنا أخذناها. فأرجو الهدوء، أرجو الحرص على السلام المجتمعي، لأن هو ده البداية الحقيقية لنهضة تهذيب الدولة. الدولة ديت مش محتاجة انقسامات، احنا خلاص عانينا من انقسام في فترة ما، والحمد لله كلنا بنلتئم الآن وبنقف صف واحد وراء رئيسنا. مصر لازم تنجح عشان تبقوا عارفين، ما عندكوش خيار تاني، لازم ننجح ولازم تنجح، وعشان مصر تنجح يبقى لازم ننجح رئيسنا ونقف وراه. هو ده، هي دي المعادلة ببساطة شديدة جدا، واتمنى ان احنا كلنا نكون عندنا هذا الوعي، لان فعلا احنا في معركة بقاء زي ما سيادة اللواء قال، دي معركة بقاء وما عندناش خيار اخر، يا نكون او لا نكون، وان شاء الله هنكون، ومصر تتظل باقية بيكم وبينا. شكرا.